سيمبا يتفوق على الاهلي في الشوط الاول ويفوز بهدف واحد لا شيء. هنروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، شفت الشوط الاول ازاي وشفت الفرص اللي ضاعت رغم من اقليتها؟ انما احنا اتكلمنا على الموضوع ده في الاول وقلنا نص فرصه ممكن تكسبك ماتش. الحمد لله، يعني قدر الله ما شاء فعل. انما كل اللي نوهنا عنه الحقيقه قبل المباراه، الفرصه غاليه قلنا، وجالك كورتين في الاول قبل ما هم يكون ليهم هذا السبق في التهديف. اتكلمنا على السبق في التهديف، انت لو انت مكان استغليت كره كهربا واستغليت كره بواليا لو وقفها كويس وراح بيها على الجول كان فرقت معاك كتير قوي. وده اللي احنا كنا بنعمل فيه في ظل نقص الاكسجين العامل للجو اللي احنا فيه، واضح جدا على اللعيبه كلها، واضح ان اللاعب بيقدر يعمل خطوتين ثلاثه ومش قادر. عمليه الضغط مش هي عمليه الضغط الطبيعيه بتاعت النادي الاهلي على فريق سيمبا او على اي فريق الحقيقه. فيجوز يكون في الشوط الثاني بالنسبه لنا احنا النهارده تغييرات معينه، ايقاع معين، خلاص كشفنا الملعب وحسينا ان احنا سهل قوي ان احنا نضرب الديفنس بتاعهم. انما لازم يكون عندك ضغط يا كابتن ايمن على الفريق ده. الفريق ده طول ما بيستلم سهل كده وبيروح، اللعيبه عندها ثقه في نفسها، اللعيبه بتعرف تراوغ، بتعرف تصوب، عندهم سرعات، الجو بتاعهم ملائم ليهم بالنسبه للطبيعه بتاعتهم اللي هم عايشين فيها. فبنتمنى ان احنا في الشوط الثاني نلحق بالمباراه من بدايه الشوط الثاني، ويكون في تعليمات وتوجيهات للضغط اكتر من كده. واعتقد ان كابتن عادل برضو كان بينوه الحقيقه في اول مباراه على شكل سيمبا وعلى شكل احوال الجويه اللي هتفرق مع نادي الاهلي. فبالتوفيق باذن الله الشوط الثاني نقدر نعوض باذن الله. باذن الله رب العالمين. كابتن علاء، تقييمك لاداء النادي الاهلي الشوط الاول، وايه اللي كان ينقص النادي الاهلي الشوط الاول؟ طيب هبدا كلامي، بس هشيل الشماعه بتاع الجو. ماشي. ان الجو مش من اول خمس دقايق ولا 10 دقايق ولا الكلام ده خالص. الوقت انت فيه مشكله. مشكله انت خسران واحد، دي بتخليك انت كمدير فني انت عندك، انت محتار جدا، محتار في انك في اخطاء حصلت في الشوط الاول ايمن، انت زي مش قادر، انت مش ضامنها زي ما كان كابتن شريف. اولا في مساحات كتير قوي في نص الملعب، كتير جدا لعيبه سيمبا بيستلم بهدوء، الضغط وحش قوي، مع انك ثلاثه في نص الملعب. كره القدم لو انت ما بتضغطش كويس تقطع، انت هتتجازى وتجازى جامد جدا، وحصل انك عندك مساحات كتير. هم متاقلمين، الجو مع الوقت بدا، لكن مش بدايه المباراه. اللي فاجئني ان فريق سيمبا ما لعبش كره طويله. أي. حضر بيحضر كويس قوي، وانت اللي ساعدته انك سايب له مساحات. اي لعيب كوره يا ايمن حتى لو بيعرف يلعب مش نجم وسبت له مساحه ووقت هيضايقك في الكوره. هم النهارده بيتحركوا كويس قوي، ضغطك في نص الملعب لازم احسن من كده بكتير. صحيح. انت دلوقتي لو فكرت عايز تلعب مثلا محمد مجدي، هتشيل حد من نص الملعب، انت بتعمل مخاطره اكتر. عشان كده بقول لك مستر موسيماني ربنا يكون في عونه، لاني على حسب ما هو ما كانش راسم كده الشوط الاول. والشوط الاول كان عايز يطلع على الاقل 0-0، يبقى شكله احسن من كده. صحيح. عمل ضغط كويس. فالنهارده انت دلوقتي مشكلتك في نص الملعب، المساحات موجوده في نص الملعب. اعتقد ان هو لازم يبقى ما يستعجلش على تغيير محمد مجدي، يستنى شويه على نص الملعب. لازم تقفل مساحاتك كويس قوي قوي، وتقلل مساحات لعيبه سيمبا. ولازم انت ما دام انت متحكم في الشكل، انت مشكله النادي الاهلي الايمن للاسف في الشوط الاول انت ردت فعل مش انت الفاعل، وده مش النادي الاهلي. صحيح. كابتن اسامه، ازاي يرجع نادي الاهلي للمباراه الشوط الثاني؟ بالضغط الكويس في نص الملعب، وواضح ان احنا بنتاخر شويه لتحت ومفيش ضغط، يعني بنعمل تكتل بعدد، لكن هم بيقدروا يعملوا التسليم والتسلم سهل جدا ما بين الخطوط. يعني المناطق اللي هي خلف حمدي فتحي واكرم توفيق وديانج، خلف محمود وحيد وهاني، هم بيلعبوا فيها باستلام وتسليم سهل، تحس ان انت الضغط عندك مش شديد قوي. وبعدين جونيور اجايه وكهربا حركتهم قليله شويه، المفروض يتحركوا اكتر من كده. يمكن بواليا بيتحرك كتير، لكن في واحده كهربا عملها له حلو جدا في بدايه رجع بيها. لا، في واحده ما استلمهاش كويس. لو استلم مظبوط كانت استلمها غلط. في واحده الكهربا، فانت برضو مع عدم الضغط ما استغلتش فرصتين ثلاثه جولك، واحده الكهرباء وواحده لبواليا، وواحده كمان تانية الكهرباء اللي بواليا عملها له وصلحها له بدماغه جوه ال 18. فرقم واحد كميات الجري لازم اكتر من جونيور اجاييه وكهرباء. نص الملعب انا بقول يعمل فيه تغييره،
انا بقول يعمل في تغيير. انت كده كده ما بتضغطش بالثلاثه، يعني احنا قلنا الثلاثه هيضغطوا اكتر وهيسيطروا اكتر. انا بقول واحد من اكرم توفيق او حمدي، يعني او حمدي او اليو ديانج، بس غالبا اكرم توفيق او ديانج، وينزل قفشه، لانه قفشه بكده هتغير طريقه اللعب. لان قفشه بيوصل الكوره. ما انت خلي بالك، انت صحيح عندك مشكله شويه في انك بيستلموا استلام سهل، بس انت كمان قدام سهل توصل، يعني عندهم مشاكل شويه في ال 18، فقفشه ممكن يوصلك بشكل كويس. فان شاء الله الشوط الثاني تبقى الامور احسن باذن الله. ان شاء الله كابتن عادل، وضح في الشوط الاولاني تفوق سيمبا في معظم انحاء الشوط الاولاني، او يعني في كل حته في الملعب اكيد، ولكن زي ما قال الكابتن اسامه عندهم مشاكل دفاعيه، ولكن احنا هجماتنا قليله. يعمل ايه مستر موسيماني لتغيير الشكل والاداء الشوط الثاني؟ اولا يرجع لطريقه المعتاده 4-2-3-1 بنزول قفشه، وممكن يغير طريقه اللعب شويه، يطلع واحد من الديفندرات الثلاثه ويلعب بقفشه تحت المهاجم، ويلعب بالاثنين اللي زي ما قلنا هيلعب 4-2-3-1 4-2-3-1 يرجع لها علشان نقدر نعوض. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا ملتمس العذر للعيبه، وانا قلت لك قبلها يا كابتن ايمن وما زلت عند رايي، انك انت لما تبقى في 2 او 23 يوم تعدي على 3 اجواء قطر وبعدين مصر ترجع تاني وفي شتاء وفي جو ساقع، وبعدين تروح تلعب، الله يكون في عون لعيبه النادي الاهلي النهارده. انا بقول لك عدم الضغط بتاعت لعيبه الاهلي من الجهد، وتلاقي اللعيبه هيشتكوا بعد المباراه من النفس، دي حقيقه. يعني الشوط الثاني ممكن نتغلب، وانا قلت لك يمكن نتغلب عليه لما ناخد النفس الثاني. ممكن تاخد النفس الثاني الشوط الثاني، وتقدر مع تغيير قفشه ومع متهيألي في البدايه، انا بقول في البدايه هتقدر تتحرر، وان شاء الله نقدر نعوض، نتعادل او نكسب ان شاء الله. كل التوفيق للنادي الاهلي في الشوط الثاني باذن الله. فاصل ونرجع لحضراتكم بعد نهايه احداث المباراه، ارجوكم انتظرونا.